التجاعيد اللي في وجوههم وديهم، حركتهم الثقيلة واللي وراها برشا وجعة، الحزن اللي تراه في عينيهم وحتى سكيتهم يحكي قصصهم. ناس كبار في العمر، الدنيا وظروفهم خليتهم في دار المسنين، كل واحد وحكيته وكل واحد وظروفه، ولكن الوجيعة نفسها. أمي رقية، مرأة بنتها اللي كانت تصورها سندها في الدنيا بعد وفاة رجلها، هي اللي حطتها في دار المسنين. أمي رقية تتذكر الحكاية وترجع بينا لتفاصيل قصتها. جابتني بنيتي نعديد علي ما تتوفى راجلي، كنت في دويرتي لبس علي، كي الناس كي توفى راجلي هزتني عندها، نزلتني عندها في نيتها زعما فرحتي بك 200,000. أي هي عندي هزتني عندها، قعدت عندها نقول لك ما يجيش حتى شر ولا قديش نساعدهاش. هما متربين رهت، وإحنا ناس قبل رهت كل حاجة في بلاصتها. جيت قالت لي تحبش ينزلك الدار المسنين، قلت وين بنيتي؟ قالت لي هاي هنا بحثي أنا قريبة هي هنا. قلت يا بنيتي يا ليش ما زيتنيش طول الدار المسنين كي الناس، راني قاعدة بقدري وبوهرتي وبدنيتي، ليه بنيتي؟ قالت لي ما يسيرش هاتا ونهزك تاو. قلت هاي قضيت شهورك عاد شبعت بالفلوس وشيخوا بيهمك الفلوس. لا توفي جات أنا تواني 3 سنين هنا، جات مرتين وطفت الضوء كهو. اتصل علي الويه، اتصل علي، اتصل علي، اتصل علي. قلت لك لو كان جيت معناتها مربيتها والله راني لقيت فيها الخير، خاطر برشا مربينهم والحمد لله. لا فيها سماح، ما فما لا سماح لا رباح، لاني لابوها حتى ما ربي يوم يخلي بحد. تعلمت الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه. عم نور الدين راجل كرامته خليته يختار يقيم في دار المسنين باش ما يثقلش على بنته المعرسة وعائلته، ولليوم ما يعرفوش اللي هو موجود في دار المسنين، ولليوم ما يحبش يحاسسهم بوجيعته. كان عندي واحد صاحبي قال لي والله يا مصر قد نعم، قال لي تواني قعدتها في داكرة ومش عارفها شو الأمور ماشي، وقتها أنا مرتاح وكفي مخلوع ما نجمش نخدم. كان هو سبب هو اللي جابني لهنا. أنا راه معناها دار المسنينية تعتبر كرشم، الإنسان بطبيعة الحال باش تكون داره أحسن وعائلته أحسن، لكن حتى لهنا والله نفس الشيء. بنتي متجوزة ما نجمش نعيش معاها. أنت اخترت ولا لا؟ أني معناته حياتي حتى كعشت حتى مع دارنا ديما وحدي، ديما نعيش وحدي تحت السقر متاعي. عندي خويا يعيش في تونس متجوز، وعندي بنية أخرى ثانية أختي زادة مش شيء متجوزة. حتى واحد ما يعني بيا الياني في دار المسنين هني حتى واحد. والنحبة ديما متهنية رائحة كي ورجالة. الدنيا ساعات تخلي الإنسان يختار بها وينسى غدوة. خالتي رشيدة وهذا اسمها المستعار اختارت تكون في دار المسنين بعد ما ذاقت بها الدنيا وتبريو منها عائلتها بعد خدمتها 12 سنة في المخور. طلقت من عند بابا، خذت راجل آخر، جابت صغار أخرين، بقى كبرت تكا شوية. مامتي توفيت، نمشي لامي تطردني تقول لي برا امشي لبوك، نمشي لبابا يقول لي برا امشي لامك. برشنت هكا شويه وكل هكا تربيت في سوسلين في دار، في دار اي في دار تربيت لين برشنت هكا في دار هكا شوي، وعشت ظروف مش باهيه ما نكذبش عليك، ظروف مش باهيه. عشت تبعت حاجات معموله وتربوني نساء وما تربي المراه الا المراه، وغزر الذهب وغزر الفلوس وغزر وغزر وغزر، ضربوني الحاجات مش باهية وندمت، ندمت جريت على فاميلتي وعطيت فاميلتي وعرست فاميلتي، وكي كبرت بقيت حتى عاد أني نهت. ومهما كانت الظروف اللي خليتهم يكونوا موجودين ورغم الجو العائلي اللي عايشين فيه مع بعضهم، الجو هذا ما نساهمش لوجيعة البعد على عائلتهم. ورغم التجارب مختلفة إلا أنه النتيجة نفسها، دار المسنين فضاء جمع ناس الدنيا غدرت بهم. كي كبرت بقيت حتى عاد، بقيت حتى عاد، بقيت حتى عاد، بقيت حتى عاد. وسولف لأصدقاء شلون كنت تناديني حبيبي وذكر الأيام شيبي، تناديني حبيبي وذكر الأيام شيبي،
شما وقفينا ما نقدر نجازي انت النهر واحنا فروع من